عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤتمرا بعنوان الحوكمة الرشيدة في العالم الافتراضي. ناقش المؤتمر مواضيع العولمة الجديدة، ومن أهمها إطلاق قواميس خاصة للحوكمة وكيفية دعم الشباب لتنفيذ أفكارهم الواعدة. ولمزيد من المتابعة معنا من مقر انعقاد المؤتمر مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. ليك كريم. نعم بالفعل، نتابع فعاليات المعهد القومي للتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط. بالطبع هو مؤتمر هام جدا، خصوصا في ظل التطور التكنولوجي ومواكبة التطور الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي، وربما من أهمها هو الميتافيرس. هذا مؤتمر خاص بالحوكمة في عصر الميتافيرس والتحضير والتجهيز لتحديات القادمة الخاصة بعصر الميتافيرس وعصر بالطبع التحول الرقمي والواقع الافتراضي. اليوم ربما وزارة التخطيط لها هذا الذراع، هذا المعهد القومي الذي يدرس خلال الفترة المقبلة والمستقبلية كيفية التعامل مع هذا الواقع الافتراضي وتأثيره على هياكل الحكم المختلفة، وأيضا ربما خصوصا في ظل التطور الخاص بالروبوتات والهولوجرام وأيضا الواقع الافتراضي الذي ربما سيصبح في المستقبل مثل وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الفيسبوك وغيرها، ربما سيكون أمرا واقعا وأسلوبا أساسيا وطريقا أساسيا للتعامل بين الشعوب بشكل عام، وهي ما يطلق عليها الآن العولمة الجديدة، وهي تواصل العالم والقرى بشكل افتراضي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. ربما سيناقش هذا المؤتمر ويناقش على مدار الجلسات على مدار اليوم هذه النقاط، وأيضا سيناقش بالشراكات والتعاونات المختلفة المتوقعة مع جامعات ومؤسسات عالمية لوصول لأرض مشتركة، وأيضا إظهار وتسليط الضوء على فعاليات الجانب المصري والتحضيرات والتحديات للواقع الافتراضي والميتافيرس وربطها والاستفادة وتبادل المعلومات مع الشركات والمؤسسات الأجنبية، سواء كانت في أوروبا سواء كانت في الولايات المتحدة الأمريكية أو آسيا، وهذا الترابط سيؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على مصر وأيضا على العالم بشكل أجمع. ربما كان لنا حديث مع هؤلاء الشركات وهؤلاء المؤسسات الذين أشادوا ربما بدور مصر خصوصا بعد التوجيهات الرئاسية الأخيرة بأهمية الحوكمة والإدارة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية الحوكمة، وأيضا الحوكمة في ظل التطور الرقمي والتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية المصرية وهذه التعاونات المشتركة بين الجانب المصري والجانب ربما الأوروبي أو ربما الجانب الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا جوانب أجنبية مختلفة، تعاونات مشتركة ومؤكدة على هذا الميتافيرس أو التحول الرقمي وأيضا الواقع الافتراضي.